عائلة مرزوق أبلة فضيلة، كنا بنرتبط لغاية الساعة 10 من الصبح، من الساعة 7 مثلا أو 7:30 لغاية الساعة 10 أقل حاجة ببعض البرامج، اللي هي كنا دايما نفتح الإذاعة نفضل واقفين عليها أو بنسمع فيها لغاية الفترة دي، لأنها كانت بتبقى فترة مميزة جدا، كانت فترة الناس دايما بتحب تسمع، تمشي في أي مكان كنت تسمع كلمتين وبس، تسمع أبلة فضيلة، تسمع أخبار خفيفة، تسمع عيلة مرزوق، كانت تسمع كلمتين وبس لفؤاد المهندس اللي كان بيقدم قيمة للناس، وهنتكلم عليه في وقت لاحق إن شاء الله. الإذاعة كنا مرتبطين بيها كانت بتقدم لنا مادة ممتازة، مادة ممتعة، تقدم لنا برامج بنرتبط بيها وهي بترتبط بينا. دلوقتي بنقول زي ما قلنا، للأسف البرامج كلها بقت برامج إعلانية، يعني ليها راعي بيقدم إعلانات داخل الحلقة، فهدف القائمين على البرنامج هو الربح، مش إنه بيقدم حاجة كويسة للمستمع تفيده. برامجنا زمان استمتعنا بيها ومتعتنا، ونقول ليهم كل التقدير والاحترام الإذاعيين اللي قدموا لنا البرامج ديت، واحنا ما بننساهمش، عشان كده بنتكلم عليهم وعن برامجهم اللي هي امتعتنا واحنا صغيرين، ولما بنسمعها دلوقتي طبعا بنستمتع وبنعيش الحاله بتاعت لما كنا زمان، كانت البيوت مرتبطه بيها، كانت اهالينا بتتلم تفطر واحنا بنسمع البرامج ديت، عشان كده ليها ذكرى عندنا جميله جدا، وبنحب نعيدها تاني ونسمعها تاني. سمعنا برنامج بالسلامة يا حبيبي بالسلامة للإذاعية أياد الحمصاني من كبار الإذاعة المصرية ومقدمي برامج الإذاعة المصرية، ناس دي سابت بصمة، وبنقول لهم ربنا يرحمهم الأموات منهم ويطول عمر الناس اللي عايشة منهم، لأن فعلا قدموا لنا حاجة بنستمتع بيها لحد دلوقتي، وحاجة بنفتخر بيها، وحاجة ثابت جوانا قيم وأخلاق وذكريات جميلة. بنتمنى إن الناس اللي شغالة دلوقتي تقدم لنا وتقدم للمشاهد وللمستمع حاجة يستمتع بيها وحاجة تفيده في حياته. نحافظ على قيمنا، نحافظ على أخلاقنا، نحافظ على مبادئنا، هي للأسف اختفت دلوقتي. عشنا النهاردة مع برنامج مصر العربية من القاهرة بالسلامة يا حبيبي السلامة للإذاعية الكبيرة آيات الحمصاني، ونلتقي في حديث عن برنامج آخر من برامج الإذاعة المصرية اللي عيشتنا أحلى إذاعة. نتمنى إن شاء الله نقدم ما هو مفيد وهو ممتع للمستمع وللمشاهد، عشان نرجعه نفكره بأيام زمان الجميلة، ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، مع تحياتي أيمن العربي.